أما انحلال هو زندقه انحلال وحا كعام بحي يهود اسكيلا الانحلال في الدين هو دين اليهود شرعه وحوقت تنطان بأدنى الحيل بأدنى الشبه بأوقت كان شرعي حكمك غلو وحا عام كؤة النصارى لا بضع عربة اسكيلالي لا بضع عربة اسكيلالي هذا الدين لكن مدعف كيلالي كان أودرم هذا النقا كان هيستوي متكنا يستاد دونك قبصدي السوشيال ميديا هو شقيه السوشيال ميديا هو شقيه سي زبا الانحلال عن الدين في الدين هو شقيه ان لو فرتاد مدابه نو والبا او ميلو كهله واي يا مشى قضيني عامدنا ديشن باس بي فوري ما كاي فرت بلايا كا سو فكن متك شكسن ما لو هلكان هبين دوت جمعي ميايد ان سو دافن وذا دكتور صاحبنا هاي وريكر هذا بقول يرو وضيك هاي حلي جماعة دكتور كب حي جماعة بان كب حي كان كب حي حلي سنة محيته حديث محيي سيدي سبحان ميون كتاب ربي ونقول في الليل حلو جدا بارك ما فاهمني وانا استقومي حولي الى القران كحلو وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا أحاديث حيلاتها هي هو يدك حق بدن أبها لما قاد أنكره مش معقول بو بل إنك سدها وبالوالدين إحسان آياتي كجرتها ما يصب به تفسير بوطا وقوة أيباد وإنجليشة أتعرف ما أغرين كره وحيزو به آيات سورة النساء واعبدوا الله آيات وبالوالد واتن بول مركا لما الوالد والله هل هو يم حيث يضع أباك في عام أحبك مجرار ما قال أنكره ما حد يدي دماره واسميه ويوضع لين وحق أو ريسبكتو ديرت مجرام بول ما أركا ديوي ينين أن حقود ديار سنين لكن ملح الوير رفطي مركا وحاري قاب وان فلسفي وحاري قرآن كما تقانها سورة ده سورة البيشة وصو سارها وحاري وحط صوب حسار سورة اللقمان كان بعد وصبحي آخر ماشان محاكو قرآن ما يا هو يدو الإلهي تلمام هاي حملت وهن على وهن وفصاله إن آبها كخطر سنت هاي هوش بفسرتي مدعو قل قل وحانا يسوك هاي سورة أحقاف صبحي سورة أحقاف صبحي هذا آخري وضعت أم كرها حملت كرها وضعت كرها أوشن أغرب هاي دبكا أيه يا مريسة أبا ما لسه مكرا أبا هذين بسوا سوا عشان يستكين وتويا وقال الماضي حقو يسكسي حذي تقد أنت دبك كلام مرتي الرفاق كلام مرتي ما لسه مكرا من هو أباها ما الله ما سمكرا وين ريسبكت جونا الله سي بس أنت سكر أرض باي وحوم مطلق قصة ما يري والرفاق أنت سي الشرع يحدث حديثك إنه فصل أنت قرآن كل شيء ينبي يقول معناه هذا كل شيء روح كلام الشيء حول مرك الجلسة كان ربع ولا كلا جرة حار هذا ما أنت الله يكرده فيه يقول صون غنى دكتور عبد الله اللي أنك إيه كيان دكتور عبد الله ولدك ولدك سعادة ريكنا وقرا زمان مالية إمام كاي خان مركو حوي آفاس كسعود ليش هاسي تذكر بيخربيسه